أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في القسم الثاني من برنامج في المنتصف، والذي نناقش فيه الشأن الليبي وما تناولته الصحف فيما يتعلق بالتحضيرات التركية لإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية، حيث يستعد البرلمان التركي للتصويت على قرار إرسال القوات إلى ليبيا. نتابع ما نشرته صحيفة القدس العربي حول هذا الموضوع ثم نستكمل الحوار. بدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تحضيرات واستعدادات لتقديم طلب إلى البرلمان التركي من أجل الموافقة على مذكرة تمكن الحكومة التركية من إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وذلك بعد أيام قليلة من موافقة البرلمان على مذكرة التفاهم العسكري التي تم التوقيع عليها بين البلدين، إلى جانب مذكرة أخرى تتعلق بتعيين الحدود البحرية وأثارت ردود فعل واسعة في المنطقة. وأوضح التلفزيون الرسمي التركي في تقرير له أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بدأ بالفعل التحضير لتجهيز مذكرة يتم تقديمها للبرلمان التركي تخول الحكومة التركية بالبدء بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بموجب مذكرة التفاهم العسكري بين البلدين. ولفت التقرير إلى أن الحزب الحاكم أصدر تعليماته لنوابه في البرلمان بالبدء في العمل على المذكرة، وذلك عقب الاجتماع الذي عقد في العاصمة أنقرة للجنة المركزية للحزب برئاسة أردوغان، وأن الكتلة البرلمانية للحزب بدأت عمليا بإعداد المذكرة. وكما جرى سابقا في قرار إرسال قوات من الجيش التركي إلى سوريا والعراق، يتوجب على حكومة الرئيس التركي الحصول على إذن من البرلمان التركي، ويجري ذلك من خلال إرسال مذكرة وطلب موافقة من البرلمان الذي يجب أن يوافق عليها بأغلبية أكثر من 50% من الأصوات. ويتوقع أن يتم عرض المذكرة المتعلقة بإرسال القوات إلى ليبيا على البرلمان بعد 7 يناير كانون الثاني المقبل، وهو موعد عودة البرلمان إلى الانعقاد عقب انقضاء إجازة نهاية السنة. وحتى الآن لم تطلب الحكومة من البرلمان قطع إجازته والعودة العاجلة للانعقاد، وهو ما يؤشر إلى عدم استعجال أنقرة في إرسال قوات إلى ليبيا في حال قررت ذلك. وتشمل المذكرة دعم إنشاء قوة استجابة سريعة، والتي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي. كما تنص المذكرة على توفير التدريب والمعلومات التقنية والدعم والتطوير والصيانة والتصليح والاسترجاع وتقديم المشورة وتحديد الآليات والمعدات والأسلحة البرية والبحرية والجوية والمباني والعقارات بشرط أن يحتفظ المالك بها. وللتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف السيد مصطفى أزجان المحلل السياسي التركي. سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا، مساء الخير. مساء الخير سيد مصطفى. إلى أي مدى يصل احتمالية موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وهل من الممكن للبرلمان أن يرفض ذلك؟ من المرجح أصلا المجلس التركي الكبير سيصوت لصالح هذه المذكرة، هذا القرار، على أساس هناك أغلبية مع حزب الحركة القومية، يعني أصوات كلا الحزبين، حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، إذا انضم بعضهم لبعض طبعا يشكل أغلبية. لذلك ليس هناك خوف، يمكن أن يكون هناك بعض الفروقات بالنسبة لبعض النواب يستنكفون عن الإبداء بأصوات، يمكن أن يكون، ولكن أكثرية مضمونة. يعني إذا نظرنا إلى عدد النواب في الكتلتين، حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومي. نعم. طب ما موقف المعارضة التركية أصلا من هذا القرار وهذه التفاهمات التركية الليبية؟ هل المعارضة موافقة على هذه التفاهمات أم هناك ربما رفض منها؟ طبعا هناك معارضة، حزب الشعب الجمهوري وغيرها من الأحزاب المعارضة، وهم يتحفظون على طبعا إرسال قوات نحو ليبيا، فهم موافقون لطبعا تقاسم المياه، ثروات المياه للبحر الأبيض المتوسط، ولكن بالنسبة لإرسال أرطال القوات التركية ليابس ليبيا هناك تحفظات من قبل المعارضة، وهم طبعا لا شك من ذلك سيعترضون على هذه المذكرة إذا أتت
إلى البرلمان التركي. ماذا عن روسيا وموقفها إذا ما أرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا؟ هل سيكون هناك رفض من روسيا؟ يعني سمعنا أن هناك تفاهمات بين تركيا وروسيا حول الملف الليبي. طبعا رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان هو انتقد دور الروس في ليبيا خاصة قوات واغنر، وطبعا بالمقابل روسيا لديهم تحفظات على وجود على طرف هناك، لأن تركيا وروسيا على طرفين نقد بالنسبة لليبيا. روسيا تؤيد حفتر إلى حد كبير ومعلوم بالجميع، وتركيا طبعا تؤيد الحكومة الشرعية حكومة الوفاق الوطني برئاسة سراج. إذن هناك اختلاف جوهري بين الطرفين فيما يتعلق بمستقبل ليبيا، وبعد أسبوع أو خلال 10 أيام سيختم الرئيس الروسي إلى تركيا، سيبحث مع نظيره رجب طيب أردوغان ملف ليبيا وملف سوريا لا شك من ذلك، ثم يتضح أمور بالنسبة لموقفي روسيا وتركيا. طيب فيما يتعلق بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس حاليا، كيف ستؤثر هذه الزيارة حول على الملف الليبي؟ هل ستكون هناك تفاهمات إيجابية بخصوص هذا الملف؟ نعم، هناك تطورات إيجابية وتطورات بشكل ما في مصر وتونس والجزائر. طبعا تريد تركيا أو رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ترتيب الأجواء، اتخاذ موقف المسبق بالنسبة لها تطورات. التطورات على العموم إيجابية بالنسبة لتركيا، خاصة طبعا دول المغارب مثل الجزائر، حتى تونس لديه تنسيق مع الجزائر، يتحفظون على أداء مصر فيما يتعلق بملف ليبيا. إذن إلى حد ما نظريا موقفهم أقرب إلى موقف تركيا. تركيا تريد تفعيل موقفهم لجانبه. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ودول أوروبا، هل هناك موافقة ربما وتفاهمات؟ يعني حضر الرئيس التركي زار بريطانيا واجتمع مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، كيف سيكون رد بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي على هذا التدخل العسكري؟ طبعا رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يريد إقناع الدول الأوروبية يحتزوا حزب تركيا او يريدون موقف تركيا، لان حكومه السراج حكومه شرعيه، وايضا حفتر مدعوم امريكيا اولا ثم روسيا ليس من مصلحه اوروبا. يعني لان الولايات المتحده الامريكيه وروسيا يمتلكان ثروات ضخمه وهائله بالنسبه للنفط، يريدون يحتكروا النفط. اذا يستولي طبعا حفتر وكل النفط في ليبيا، هذا سيكون لمصلحة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ليست لمصلحة الدول الأوروبية. لذلك من التذكير لهم لمصلحتهم أن مصلحتهم تموضع في موضع تركيا، أو يؤيدون أو لابد أن يؤيدوا موقف تركيا، هذا سيكون صالحا لهم. طيب ابقى معي سيد مصطفى، سأعود إليك بعد أن نشاهد هذا التقرير الذي نشرته صحيفة ديلي صباح التركية، حيث نشرت الصحيفة تفاصيل عن تصريحات المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن حول ما يخص الدعم التركي لحكومة الوفاق الليبية. نتابع ثم نعود. قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن إن أنقرة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم لدعم حكومة الوفاق الوطنية الشرعية في ليبيا، وشدد على سعي بلاده من أجل تحقيق وقف إطلاق نار في ليبيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، حيث أكد كالن على أن تنفيذ أي خطة شرقية المتوسط لا تأخذ تركيا في عين الاعتبار أمر غير ممكن. وأضاف كالن: سنواصل دعمنا ووقوفنا إلى جانب الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من قبل المجتمع الدولي، ولا يمكننا ترك الشعب الليبي بمفرده في هذه الأيام الصعبة. وتابع كالن: نتطلع ونسعى إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وعودة الجميع إلى وضع قبل أبريل نيسان الماضي، وفتح طريق المفاوضات السياسية على وجه السرعة. وأوضح إبراهيم كالن أن الجانبين فائز السراج وخليفة حفتر
التقيا في أبريل الماضي وأبرما اتفاقا في أبوظبي من أجل المضي قدما في المسار السياسي، ولفت إلى أنه بعد توقيع الاتفاق ب15 يوما عاود حفتر هجماته على طرابلس ومحيطها، ضاربا بذلك الاتفاق عرض الحائط، وأوضح أن الوضع لم يتغير منذ ذلك الحين. ولفت إلى أنه يتم انتقاد تركيا التي تدعم وتساعد حكومة السراج الشرعية رغم أن الطرف الذي أخل بالاتفاق هو حفتر، وأوضح أيضا أن روسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر تقف إلى جانب حفتر، مؤكدا على أن هذا الأمر يقوض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. أعود إليك سيد مصطفى أوزجان للحديث حول هذا الدعم التركي وإرسال القوات العسكرية إلى ليبيا. ما مدى الشرعية الدولية لإرسال هذه القوات يعني قانونيا ودوليا؟ طبعا قضية ليبيا أصبحت متنازع عليها في المحافظة الدولية، يعرف القاصر الدان ذلك، ولكن بالنسبة لتركيا، تركيا تعتقد أن حكومة الوفاق الوطنية السراج برئاسة السراج هو أقرب إلى الشرعية، لأن قد تمت توافق بين الطرفين حفتر وسراج في خيرات أصلاً على إثر ذلك، أو هذا خول لحكومة السراج الشرعية، هذا ما تعتقده تركيا، لذلك تركيا لا ترى أي غضابة بالنسبة لإرسال القوات تركيا إلى يابس ليبيا، وكذا تزيد الحكومة الليبية الشرعية بالأصلحة هي. أشكرك جزيل الشكر السيد مصطفى أوزجان المحلل السياسي التركي، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا. إذن ينضم إلي أيضا أعزائي المشاهدين عبر الهاتف السيد أحمد بوشويرب الصحفي الليبي. سيد أحمد أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بك سيد الكريم. سيد أحمد، الحديث عن إرسال قوات تركية إلى ليبيا وفق هذه التفاهمات بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، كيف يؤثر هذا الدعم وإرسال هذه القوات على يعني الأرض والميدان؟ هل يؤثر ويهدد ميليشيات حفتر المهاجمة حاليا لطرابلس ومدن أخرى؟ بداية سيد الكريم تحياتي ولكل المشاهدين الكرام. حقيقة التوضع بين الملف بخصوص المذكرة الأمريكية و وما أجد فيها من دعم دولة تركيا للحكومة الشرعية في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني، ربما لم يتم الحديث يعني بشكل علني وبشكل واضح جدا عن تفاصيل هذه المذكرة، ولكن مطالبة أو الموافقة من مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني على قبول الدعم التركي لمجابهة أو مواجهة العدوان القائم على طرابلس الذي يقوده خليفة حفتر. ربما هذا كله من شأنه أن يطور ومن شأنه أن يدعم صفوف حكومة الوفاق الوطني في الدفاع عن الشرعية والدفاع عن العاصمة وردع تلك الميليشيات التي تحاول الدخول منذ 4 أبريل الماضي. حقيقة وما نلاحظه اليوم يعني وما رصدناه اليوم في تصريحات رئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى تونس، باعتبار أن تونس هي دولة مساورة لليبيا ومن مصالحها الاستقرار في ليبيا أيضا، ومن مصالحها أيضا أن تكون هناك حكومة دعم الحكومة الشرعية. رجب طيب أردوغان اليوم ذكر بأنه توجد مع ميليشيات حفتر قوات مدنية وقوات روسية وقوات مصرية وقوات فرنسية، في إشارة إلى تلك القوات العديدة أو المتعددة الجنسيات التي لا تحمل أي سند قانوني ولا لا توجد بأي سند قانوني وتدعم الحكومة الانقلابية أو تدعم الانقلابيين الغير شرعيين يعني وفق تصريحه، وفي إشارة واضحة بأنهم اتفقوا أو تركيا اتفقت مع الحكومة الشرعية واتفقت مع الممثل الشرعي للليبيين، وممثل الشرعي للليبيين اختار تركيا لتكون حليفة له ولتتطول معه
واجهة دفاعية عن الشرعية وواجهة دفاعية عن العاصمة ضد من يريد العودة إلى حكم العسكر، وذلك هو خليفة حفتر ومن يناصره. سيد أحمد، هل ترى أن هناك يعني مرحلة لتشكيل محور جديد في شمال إفريقيا؟ مثلا نرى أن هناك تفاهمات وعلاقات قوية بين تركيا وبين حكومة الوفاق والآن مع تونس، وهناك حديث أيضا عن علاقات وتفاهمات أيضا مع الجزائر. هل يتم تشكيل محور جديد ربما يعني يناهض ويواجه المحور الذي يدعم الانقلابي خليفة حفتر؟ لا، حقيقة هو التصرف الذي أو السياسة التي تنتهجها دولة تركيا هي سياسة جدا ذكية بضم التحالفات بإيجاد ربما واجهة وإيجاد سد جديد وتحالفات جديدة، وخصوصا أن تونس والجزائر تشهد الآن مرحلة سياسية جديدة، وأيضا قبلهم باتفاق مع حكومة الوفاق الوطني. تركيا عملت على أن تكون حليفة لهذه الدول الثلاث، ربما في تمت الموافقة وتم توقيع مذكرات تفاهم مع ليبيا، مذكرات اقتصادية وأيضا عسكرية وبحرية. أيضا اليوم حديث أردوغان على عديد المشاريع، عديد الأشياء التي ربما اتفق مع الحكومة التونسية أو الدولة التونسية. الحديث الآن عن الجزائر، هذه من شأنها كلها أن تكون أو تكون سد منيع لمجابهة الانقلابيين، ليس في ليبيا فقط ولكن الحصانة من أي مشاريع انقلابية أخرى سواء في تونس أو في الجزائر أو في المنطقة بصفة عامة. ليبيا والجزائر وتونس هي دول جوار، وأيضا تمثل بوابة أفريقيا الشمالية، وأيضا هي تقع في يعني في استراتيجيات أو في منطقة استراتيجية مهمة لتركيا اقتصاديا وسياسيا وأيضا في عديد الأمور الأخرى. ربما هي أو بالتأكيد هي يعني تحالفات جديدة، وأيضا هي اختيارات صحيحة لتركيا لتكون يعني تدعم موقفها الاقتصادي وأيضا موقفها السياسي بهذه التحالفات. جميل. والتي تبنى على أساسات سليمة وتبنى على أيضا على قطع الطريق على من يريد الإخلال أو الاقتلاب على شرعية أي من الدول، وخصوصا بعدما تمت فيها عمليات مثل تونس والجزائر عمليات انتخابية وانتخابات جديدة. وأيضا في ليبيا تشهد معركة سياسية كبيرة ومعركة عسكرية كبيرة، ربما تركيا تحاول أن تكون في صف الحكومة الشرعية لمجابهة تلك أو لذلك الانقلابيين، وستؤثر بالفعل على وسيكون لها دور فاعل في هذا المجال وفي هذا الخصوص بالتحديد، وخصوصا أن حكومة الوفاق الوطني اختارت تركيا لتكون حليفة لها لتكون محور جديد طيب. مواجهة أو في مواجهة المحاور الأخرى التي تدعمها الإمارات ومصر. ماذا عن دول الاتحاد الأوروبي؟ نعلم جيدا المصالح الأوروبية في شمال أفريقيا وخصوصا في ليبيا، مصالح نفطية والموانئ أيضا. كيف ينظر أو تنظر دول الاتحاد الأوروبي إلى هذه الخطوات التي تقوم بها تركيا بالتفاهم مع ليبيا ومع تونس وأيضا الحديث عن الجزائر؟ طبعا سيدي الكريم والمشاهدين الكرام، السياسة التركية مثل ما ذكرت لك سابقا السياسة ذكية جدا، هي لا تمس أي مصلحة دولة أخرى، يعني تم كل هذا يعني بالتفاهم وبالمباحثات مسبقة مع عديد الدول الأوروبية. بحسب ما اطلعنا وبحسب ما نرى بأن تركيا تضمن حتى حقوق يعني أو تضمن مصالح الدول الأوروبية، خصوصا المطلة على حوض المتوسط كإيطاليا وأيضا الدول الأخرى التي لها مصالح استراتيجية مع ليبيا، وأيضا لها مشاريع اقتصادية مثلا كإيطاليا لديها مشروع كبير في ليبيا شركة إنيجاز. فحقيقة تركيا وليبيا وأيضا تونس وأيضا الجزائر، هذه التفاهمات رؤية فيها أيضا حسب ما طلعنا رؤية فيها المصالح
مصالح الدول الأخرى، بحيث تكون أي حلفاء جدد أو تكون حلفاء جدد مع هذه الدول الأوروبية، وأيضا تضمن بأن هذه الدول تقف معها وتقف صفها وتكون اتحاد، يعني ليس بمعنى اتحاد على الأرض ولكن اتحاد استراتيجي واتحاد لكل المصالح لتخدم مصالح الدول الأوروبية وأيضا مصالح يعني. كل هذا يعني بالطبع أكيد مصر على مصر وبحاجة السابق واستنتجت منه عديد المحاور وعديد النقاط التي تضمن مصالح هذه الدول بشكل مشترك وبشكل عملي في يعني في 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 خلال الخضم هذه التي تشهدها ومؤثرة بالدرجة الأولى قبل المؤثرة يعني. طيب. بالنسبة وصلت الفكرة، أشكر جزيل الشكر السيد أحمد بوشويري بالصحفي الليبي، شكرا جزيلا لك وعذرنا على المقاطعة، هناك خلل في دقة الصوت، شكرا جزيلا لك. إذن أعزائي المشاهدين دعونا نتابع هذه الصور الكاريكاتيرية التي جمعناها لكم من صحف عربية ومواقع إخبارية. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجي في المنتصف، لا يسعني إلا أن أشكر جميع من شاركني عبر الهاتف، والشكر موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. إلى اللقاء.